يتفاخر أهل كويا بأن مدينتهم لها تاريخ موغل بالقدم يمتد لآلاف السنين، وظلت في بقعتها كما هي على الرغم من معارك الإمبراطوريات والإمارات المتصارعة عليها في معظم الحقب والأزمان، فضلاً عن التغييرات الإدارية التي مرت بها. في عام 1843 للميلاد خضعت المدينة تماماً لحكم العثمانيين بعد انسحاب قوات أحمد باشا حاكم إمارة بابان الكردية منها، وألحقت إدارياً بكركوك لحين انتهاء الحرب العالمية الأولى، ثم تحولت في 15 من تشرين الثاني عام 1918 إلى قضاء تابع للسليمانية في عهد الشيخ محمود الحفيد. وفي شهر تشرين الثاني عام 1919 أصبحت قضاء يتبع لواء أربيل الذي تشكل حينها بعد فك ارتباطه بلواء الموصل. أما عن اسمها فقد ورد في العديد من الكتابات التاريخية بلفظ كو، أي بدون ياء، ويعني ذلك باللغة الكردية الجمع، في إشارة إلى تجمع سكاني مختلف في بلدة واحدة، فيما أطلق عليها العثمانيون اسم كويسنجق، أي لواء كويا، وهو الاسم الذي استمر تداوله في سجلات الدولة الرسمية إلى عام 91 و900 وألف، ليتحول بعد ذلك إلى كويا بعد سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني على إدارتها. تتكون قضاء كويا من 5 نواحي، وهي طقطق وسيغرتكان وآشتي وسكتان وديغالا. مساحتها الإجمالية تقدر ب 87,000 دونم مربع. تعد جسرا رابطا بين مدن كركوك والسليمانية وأربيل من خلال إحدى شوارعها الرئيسة الأقرب إلى كركوك.